احتفلت كنائس المملكة بأحد الشعنين المبارك قبل أسبوع واحد من عيد الفصح المجيد، وهم يحملون أغصان الزيتون وسعف النخيل إحياءً لذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، وذلك وسط أجواء من الفرح والبهجة ترافقت مع عودتهم إلى الصلاة في الكنائس الأردنية. المزيد في سياق التقرير التالي. مع عودة الكنائس الأردنية لاحتضان مؤمنيها وسط أجواء من الفرح والبهجة، احتفلت معظم الكنائس الأحد الماضي بإقامة القداس الإلهي بمناسبة عيد الشعانين المقدس بعد منع المؤمنين من حضور قداس الأحد مدة 5 أسابيع، حيث عمت الفرحة كافة الرعايا المؤمنين عقب صدور القرار الرسمي من الحكومة بإعادة فتح الكنائس بشكل محدود وجزئي خلال فترة الأعياد. وقد كانت لعدسة نورسات مشاركة مميزة لجمع المؤمنين في هذه المناسبة الخاصة. فقد احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد أحد الشعانين، حيث ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين، بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة وجمع من المؤمنين وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة. وفي عظة القداس تحدث سيادته عن أهمية هذا اليوم العظيم، متمنياً أن يحمل هذا العيد الثمار الروحية والنعم والبركات لجميع المؤمنين. الرب والمخلص يسوع المسيح بذهابه للقدس مع كل المخاطر اللي كانت بتواجهه في ذهابه للقدس ومعرفته انه هناك، مع انه الشعب رح يستقبله بأوشانا استقبال مهيب، ولكن عارف انه بعد هذا الاستقبال المهيب، بعد الأوشانا، مبارك الآتي باسم الرب، رح يجي الوقت والساعة اللي يسمع فيها ارفعه ارفعه اصلبه. نعم أبنائي، ونحن في هاي اللحظات اللي فيها منروح مع السيد للقدس، نحن في هاي اللحظات روحيا نذهب مع السيد للمدينة المقدسة حتى نكون شركاء في دخوله لإلها وشركاء في ألامه الخلاصية اللي كابدها من أجلنا. قديش مهم كل واحد فينا في هذا الأسبوع العظيم المقدس إنه يشعر ويحس بعمق محبة الله تجاهه، قديش المسيح من أجله ومن أجلك شخصياً. ما تعمموا هون أبنائي، ما في تعميم، المسيح هو ذاهب من أجل كل واحد منكم، كل واحد منا ذاهب لإلك شخصاً وذاهب لإلك شخصياً حتى يفرجيك المحبة. وفي كنيسة القديس بولس الرسول في منطقة جبيهة، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الاحتفالي بهذه المناسبة، وعاونه في الخدمة الأب بطرس حجازين كاهن الرعية، وذلك لأول مرة منذ افتتاحها العام الماضي بحضور حشد من المصلين. وتناول سيادته في عظته المعاني الروحية لأحد الشعانين، مشدداً على أن عالم اليوم بحاجة إلى الطيبة والشهامة والتضامن مع الآخرين وسط هذه الجائحة التي قلبت حياة العالم بأسره. ما أجمل أن تكون الكنيسة خاصة بالمؤمنين في مثل هذا اليوم لكي نعيد معا الكلمات التي صرخ بها أطفال القدس قبل 2000 سنة: هوشعنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي. مقياس المحبة أن نحب بدون قياس. المحبة يجب أن تكون أقوى محرك للتاريخ البشري، بينما الحقد اليوم يبدو
أكبر محرك لهذا التاريخ. إذا تفجرت المحبة فإن شظاياها ستشفي وتسعد كل البشر. لنقل نعم للمحبة غير المشروطة كما فعل يسوع من أجلنا، لأنه ليس من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. وبدوره شكر الأب بطرس حجازين كاهن الرعية في كلمة له في اللغة الإنجليزية كل فرسان القبر المقدس الداعمين لبناء الكنيسة. In this holy mass with His Excellency Bishop William Shomaly and all the community in this parish, parish of St. Paul in Jbeha, we will pray for you because you are loyal friends for the Holy Land and supportive of the Christian communities in this land in many projects. We would like to thank you in particular in the name of this community of St. Paul Parish in Jubeha in Amman for your great support to complete the construction of this church. We hope to see you soon with us and to celebrate with us this Holy Mass. We promise you to pray for you always. May the Lord bless you for all what you are doing for us. لك التسبيح، لك التسبيح أيها المسيح مالك المجد الأبدي. كما أقيم قداس احتفالي بهذه المناسبة السعيدة في كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الكاثوليك أم الصماق، حيث ترأس القداس المطران جوزيف جبارة بمعاونة الأب بسام شحاتيت والأب عماد بواب. كما أقيم في كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس قداس احتفالي بمناسبة عيد الشعنين، وترأس القداس الذي حضره عدد من المؤمنين الأب بنيامين شمعون. وفي احتفالية كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية بعيد أحد الشعانين أقيم قداس إلهي ترأسه الأب أنطون هريمات والأب جهاد شويحات، وسط حضور حاشد للمؤمنين من أبناء الرعية. كما أقيم قداس بهذه المناسبة المباركة في كنيسة القديس جورجيوس للروم الكاثوليك في سماكية بمحافظة الكرك، حيث ترأس القداس الإلهي الأب أيهم زيادين. وفي سماكية أيضا أقيم في كنيسة القديس ميخائيل للاتين قداس احتفالي بمناسبة عيد أحد الشعانين، حيث ترأس القداس راعي الكنيسة الأب أكرم شربش وساعده الشماس الإنجيلي زعي الحجازين.
كما احتفلت الكنائس في محافظة المفرق بعيد أحد الشعانين، حيث أقيم قداس احتفالي بهذه المناسبة في كنيسة مار يوسف للاتين في المفرق، ترأسه الأب طارق حجازين، وحضره عدد من المؤمنين من أبناء المنطقة. كما أقيم في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية احتفال بعيد الشعانين، حيث ترأس الصلاة القس الكونون فائق حداد بأجواء من الفرح والبهجة. وقد شارك الأطفال في المملكة أهاليهم أفراح أحد الشعانين، حاملين إلى الكنائس الشموع مزينة بأغصان من أشجار الزيتون والنخيل. وخلال الاحتفالات التي عمت الكنائس الأردنية بأحد الشعانين، رفعت أدعية المؤمنين بأن تتحرر البشرية عما قريب من وباء كورونا. كما رفع المؤمنون في صلواتهم أدعية من أجل مدينة القدس التي تعيش هذه الأيام ألم الاضطهاد والاحتلال، بأن يسود العدل والسلام على أرضها المقدسة التي عاش فيها السيد المسيح ونشر رسالته السماوية وتألم بها ومات، ومن ثم قام بمجد القيامة من بين الأموات. وفي الختام وبهذه المناسبة المباركة، يسر فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين أن تتقدم بخالص التهنئة وصادق الولاء إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وعموم الأسرة الأردنية الواحدة، راجين المولى القدير أن يبعد البلاء والوباء عن بلدنا الحبيب وعن العالم أجمع. وكل عام والوطن وأبناء الوطن بألف خير.